الاستاذ عبد السلام بن زروع، قاضي في محكمه النقد الغرفه المدنيه قسم الرابع. ياتي هذا اليوم اعمالا لمقتضيات الدستور، خاصه الفصلان 115 116، وكذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وهو تنفيذ للإرادة المولوية السامية في بناء صرح العدالة ببلادنا، وهو كذلك تنفيذ للقرار الصادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوليوز المنصرم بشأن بعض قواعد التصويت إعمالا للمقتضيات التي تحدثنا عنها. وقد تمت التوطئة لهذا اليوم بمجموعة من القواعد، من بينها صدور مدونة الأخلاقيات القضائية كما تعلمون، وكذلك توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات القضائية المهنية. والقضاة اليوم جاءوا لكي يبرهنوا على مسؤوليتهم وانخراطهم في بناء مؤسسات العدالة في بلادهم، كما هم منخرطون فيه يوميا عن طريق البت في النزاعات المختلفة وإنزال حكم القانون بشأنها. والعملية كما تلاحظون تتم في جو من الهدوء المطبوع بروح المسؤولية والحياد والإحساس بأهمية المرحلة، لأن هذه هي أول انتخابات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف عليها المجلس شخصيا في إطار الأعضاء المنتخبين.